بين حسين راقد بعد المباراه؟ صار شيء ما انت حاجه عاديه بعد الماتش، وخدت صارت شويه كلام بيني وبينه، كاو جا الاولاد مشيت على روحها، فاز كيما تصير معناتها، هو ممكن على اعصابه صحيح انا فرحان رابح، كاو معناتها فاز وفات معناتها تعديت، فمتصير بين اي زوج جوارات، صحيح هو كبير وانا صغير، ما انا ما كلمتوش معناتها، هو قاعد يسب فيا، وكاو معناتها بعد ما حبيتش نسب، وانا قلت كبير يا راجل كبير ما حبيتش نسب.